متابعينا الكرام، متابعي عين مصر في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم. رمضان نقاش، شاب عنده 35 سنه اكل عيشه من ايديه، هنا المنطقه كلها هنا في عزبه النخل بتشهد له بحسن السمعه وسيرته طيبه في كل مكان. منذ 5 أو 6 أيام كان ماشي في الشارع رايح يجيب اكل لاخته. الرواية دي كل المنطقة صدقوا عليها، كان طالع يجيب أكل إفطار. المتهم الأول السيد وابنه أحمد انهالوا عليه بطعنات متفرقة في الجسد، 4 طعنات كانت واحدة منهم في القلب وواحدة منهم في الرقبة. رمضان وقع قتيل في شارع واحد الشوارع الرئيسية في منطقة عزبة النخل أمام المرة في وضح النهار، بالتحديد بعد صلاة العصر مباشرة. شقيقة المجنى عليه فيه تفاصيل أكتر، تفاصيل مأساوية في الواقعة اللي ضجت بيها منطقة عزبة النخل، هنعرفها من شقيقة المجنى عليه ونعرف منها تفاصيل أكتر. البقاء لله. اسم حضرتك وتفضلي. اسمي نوران، أخت رمضان. إيه اللي حصل يا نوران؟ يوم الحادثة أخويا صحي من النوم، كان قاعد من شرب 4 أيام، فقال أنا هطلع أشتغل في الأرض، في أرض جنبنا هنا عايزين يعملوها عمارة ففيها حاجات كده بتتلم، فقال أنا هروح أشتغل فيها، فقلت له روح. فطلب منه قلمان اللي المهندسين بيكتبوا بيها دي في الأرض، فراح يجيبها لهم. أول مرة أبو القاتل راح موقفه وقال له أنا مش هتركك ما تعديش من هنا. فأخويا طبعا رد عليه قال له طب أنا أعدي منين؟ قال له أعدي من أي حتة، شوف لك مكان تاني أعدي منه لكن ما تعديش من الناصية تاني. قال له ماشي هروح اجيب الحاجه واجي ومش هعدي من هنا تاني. طبعا اخويا راح جاب القلمه في رجعته، اشتكى الناس في الشارع بتاع دون واحد زميله هنا، فقال له ده سيد المهم بيقول لي ما تطلعش بره الشارع تاني وشتمني. راح قال له طب معلش يا رمضان احنا شغالين يابا، ولما نخلص شغلنا هنطلع ونشوف ايه الحوار معاه وربنا يجيب لك حق. فقال له ماشي. فقعد بروح اشوف الجماعه عندي في البيت يفطروا ايه. دخل قال لي هتفطري؟ فقلت له هفطر. فقال لي طب انا هروح نجيب فطار اعمل حسابك معايا. فقلت له ماشي. فخرج شويه وسمعت ناس جاي، ناس من الشارع. الاول ابن اخويا عنده 6 سنين فعارفهم، فقال لي ده عم رمضان بيتخانق مع احمد بن سيد الموال. انا قلت العادي، هم على طول من بقى 9 سنين احمد بن سيد الموال اخواتي، فاي حد منهم بقى مستوعب. هو موال ومقاول ولا ايه؟ موال ومقاول كله. فجي رحت قلت له يعني بيتخانقوا جامد يا ادم عشان شباب العيله عندي محرجين ما تخرجيش. فقلت له طب حد نزل؟ راح قال لي طلع يعني ما اخرجش. قال لي لا خلاص ما تخرجيش شويه. وسمعت ناس من الشارع بيصوتوا، رحت خارجه بقى في نص الشارع، في سايح مذبوح في الشارع على اول الشارع الحقيقي سايح في دمه. فانا اتصدمت. مش اتفضل. فنايم على السرير اخويا اتضرب، لكن هدومه كلها غرقانه في الدم. فمصدمه فضلت اصوت وبقعد مع وشي واصوت. فالناس اللي بيبقى لي طب اقعدي وهدي واحنا نطمنك عليه، بقول لهم طب هو كويس عايش لسه؟ انت متفائله لسه حاسه هيقوم تاني؟ مش انا لحد دلوقتي مش ما فيش ان هو اصلا مش موجود، بس في الوقت ده كنت بقول لهم هو صاحي بس طمنوني عليه، اخش اشوف. قال لي طب هنطمنك عليه اقعدي دلوقتي. فشويه لقيت اخويا وابن عمتي لسه كان قاعد على قالوا لي لقيتهم خارجين، اخويا على السرير مغطيين وشه. فبيقول لي اخوكي بقى للايمان. فبقول لهم لا دخلوا تاني وما فيهوش حاجه. فلقيت اخويا راح قال لي لا خلاص اخوكي مات، شاب 35 سنه ضربه قله موت. وما بقتش مصدقه طبعا، قلت على وشي اغمى عليا في المستشفى. ما فيش حد مش مستوعبه ان هو مات. عمل له ايه؟ ان هو يضربه 4 طعنات، واحده في وشه ورقبته وظهره وقلبه. انت مش جاي بتعور، انت جاي بتموت. انت قاصدها. مين اللي كان مع السلاح، الابن ولا الاب؟ لا الابن. الابن. الاب كان بيساعده، كان بيعمل له الاب كان واقف واقف بيعمل له كده. بيقول له انزل. يعني انا اخويا بعد ما الواد طلع له في الطلعه الثانيه كان رايح يجيب الاكل، راح يقول له مش ابويا لسه بيقول لك ما ينفعش على الشارع. اخويا يا عيني راح بيقول صلي على النبي في قلبك يا احمد، وراح مطبطب عليه كده صلي على النبي في قلبك، وراح سايبه وماشي. طب هو بحجه ايه او بزعم ايه يقول له ما توقفش في الشارع؟ ده خلافات قديمه، بس اخواتي ما لهمش فيها. اخواتي ان هو كان عمهم كان واخد ارضه مع الراجل دون وحصل خلافات في شقه، فالخلافات بدات من كده. اخواتي وقفوا مع عمهم يعني زي ظهر ليه.
فطبعا ساب الخلافات الاساسيه يعني سيد الموان ساب عمي وساب ولاده عيال عمه ومسك اخواتي وابن عمي معاه وعمل لهم المحاضر وعمل لهم محاضر كيديه تمت عليهم سنه ونص بقينا قاعدين مستغربين ان الحكومه نازله لنا طب المحاضر تبع ايه تبع سيد اللي عامل المحاضر مش سيد الموان بيتبلع على ابويا اللي هو عنده 67 سنه شعره بيضة يعني بيتهجم على واحد عنده 19 سنه بلطجه فرده وقتها بلطجه دلوقتي في وقت الجريمه نفسها كان على رمضان كان طالع يجيب فطار صح؟ طالع يجيب فطار لك انت ولا لاختك؟ هي قاعده لوحدها انا وهو هو كان واخد بحسي وهو اللي كان قاعد معايا كان بيجيب لي كل حاجه يعني ساب شغله وجاي بيقول لي تاكل ايه؟ مفيش الا انا حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل تدوق ده ام الدوق اللي احنا ضايقينه ان شاء الله طالبه الاعدام للاثنين الاثنين زي ما انا اهو كده من على الدنيا وخلوه مش موجود يعني يعني يتحرق قلبها زي ما حرق قلبي كده ربنا يعلم اللي جوه هنا ان شاء الله يعني كل واحد كده بياكلك ويشربك ويصرف عليك واخد بحسك في الثانيه كده تلاقيه مات متزلزيا وعمل ايه عشان يضربه الضرب ده لو كافر هيسيبه هيضربه ضربه ويسيبه ده لو كافر ده ولا يعرف حاجه عن الدين ولا اي حاجه ده ما عندوش دين اصلا رمضان كان 35 سنه كان مفكر يتجوز او يخطب او انا عارف كان بيقول لي اتجوز انت الاول اتجوز انت الاول افرح بيك انت الاول وبعد كده اتجوز انا قلت له انا لسه بدري عليا يا حبيبي ونشوف لك عروسه وجبت له بدل الواحده اثنين وثلاثه من صحابي راح لي لا هتتجوزي انت وانا وراكي قلت له خلاص وبقينا نعذر بس جه قبلها بشهر كان قاعد معايا في الشارع بيقول لي انا نفسي يا اخي اتجوز واخلف عايز لو مت يبقى لي عيل شايل اسمي في الدنيا فبقول لا الكلام ده انت الكلام ده من حوالي شهر كان فكر في الموضوع قال لي كان عايز هو كان عايز يتجوز بس حاططني انا قدامه انا لو اتجوزت اخواتك التانيين متجوزين وفكرتهم انت هتبقى لوحدك وابوكي بيسيبك فانا واخد بحسك لحد ما تتجوزي وانا وراكي على طول بس انا من شهر بالظبط كان بيقول لك انا كان بيقول لي نفسي بس رديت طول عمري يا حبيبي ما تقولش كده عيال اخواتك زي عيالك راح قال لي لا يعني عندك ادم اسمه ادم محمود مش ادم رمضان كان نفسي حد يشيل اسم قلت له طب ما تتجوز راح قال لي لا اتجوز بعديكي برضه تتبهدل طب تتبهدل ليه ما انت موجود في اليوم نفسه اللي هو يوم الاربعاء العصر كده قال لك انا هروح اطلع طالع اجيب لك فطار قال لك حاجه تاني غير كده قبل ما يطلع ده عادته كان عادته دي ولا كان اليوم ده مثلا لا عادته على طول دايما في بالليل في العشاء بيبقى بيجي الساعه 2 بالليل بيجي يقول لي كلت ولا لا وابقى حلفه له ان انا متعشيه ويقول لي لا راح اجيب الاكل معايا يا ابني خلاص انا واكله يقول لي لا انا اكل مع بعض افتحي نفسي انا هبقى اكل لوحدي هو اللي سابني لوحدي كلهم كانوا متجوزين ما عدا انت وهو مستنيك تطلعي الاول او تتجوزي الاول وبعدين يبدا ياخد خطوه هو يبقى قال لا والله في البيت انت متجوز هنا او ولا قاعد معاه مقيم في نفس البيت؟ لا قاعد مع ابويا برضه طب ايه اللي حصل؟ هنا مين ندى عليك وقال لك ايه اللي حصل؟ الواي فاي هنا مش احسن حاجه؟ الواي فاي مش احسن حاجه هنا؟ اتفضل سامع هنا كنت انت بتقول لحد ندى عليك من بره مين؟ مين؟ المقاول قال لي تعالى يا سمير اخويا رمضان قال لي تعالى يا سمير شوف